أسفرت الانتخابات البرلمانية الأردنية فوزا كبيرا للأحزاب الإسلامية والتي جرت يوم الثلاثاء تحت مظلة القانون الجديد، إذ حصل مرشح حزب جبهة العمل الإسلامي على 31 مقعدا. أشارت الهيئة المستقلة للانتخابات الأردنية في أنها اعتمدت جميع النتائج الأولية للانتخابات النيابية كنتائج نهائية سيتم نشرها بالجريدة الرسمية، كما أعلنت كذلك أن حزب الوفاق فاز ب 21 مقعدا في الانتخابات النيابية. والحقيقة يعني قبل أن نستمع إلى الرأي في هذا الأمر، الحقيقة كل التقدير للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على رعايته للتجربة الديمقراطية في الأردن وعلى قانون الانتخاب الجديد الحقيقة الذي يهدف إلى وجود القوائم إلى جوار الفرد بما يعزز بالفعل الحياة السياسية والحياة الحزبية في الأردن. على كل حال معنا المحلل والكاتب السياسي عبد الهادي راجي المجالي من الأردن. أستاذ عبد الهادي أهلا وسهلا بك، كيف قرأت نتائج الانتخابات البرلمانية في الأردن؟ شكرا أستاذ مصطفى، شكرا على الاستضافة ومساء الخير لك ومساء الخير لمصر الحبيبة والعظيمة والغالية. يعني طبعا في يعني ربما تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. انت بتعرف انه لجنة التحديث السياسي التي أسست قبل 4 سنوات بأمر من جلالة الملك كان غايتها انه انتاج قانون عصري ونقول استفزاز او تحفيز الأغلبية الصامتة اللي بتشكل حوالي 70-60% من المجتمع للتصويت. يعني الإسلاميين دائما بأخذوا مقاعد كبيرة لأنه الإسلاميين هم قوة في التنظيم ولكن ضعف في التفكير. نتيجة لقوة التنظيم ونتيجة لغياب الأغلبية الصامتة، الغاية من هذا القانون كان تحفيز الأغلبية وكان تنشيط الحياة السياسية وخلق منافسين للإسلاميين، لكن للأسف ربما تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. عملية العزوف بقيت، نسبة التصويت لا تتجاوز 30%. هذا يدل على أن لجنة التحديث السياسي ما بدنا نقول فشلت ولكن أخفقت نسبة كبيرة من الشارع، وهذه النتيجة صحيح أنها تمثل النزاهة الجو الديمقراطي لكن لا تعكس يعني مشروع أو رأي الشارع الأردني. الأحزاب التي ولدت هي حديثة، أحزاب عمرها 2-3 سنين لم تنضج بعد. شهدنا للأسف غياب للقوى القومية، القوى القومية مهمة وكانت حاضرة دائما بالمشهد، والقوى اليسارية وهو ميزان. لكن أنا بعتقد يعني وآسف أن أقول يبدو أن الدولة في ورطة، يعني النتائج أسست ورطة حقيقية للدولة لأنه لم تكن هكذا المشروع أو مخرجات المشروع لم يكن المقصود منها هكذا. يعني أستاذ عبد الهادي راجل مجالي أنا بشكرك أولا بغض النظر عن النتائج، ولكن نزاهة العملية الانتخابية هي وسام على صدر القيادة الأردنية، هي تأكيد على جدية العاهل الأردني في إجراء انتخابات نزيهة أيا كانت النتائج. كل المؤشرات تقول أننا أمام إجراء انتخابات نزيهة قد جرت، أفرزت من أفرزت، كما قلت بالفعل هناك غياب حدث للشارع الأردني بالشكل الذي كان متوقعا، كان متوقع أنه الغياب ده ما يكونش بالشكل ده، إنما مشاركة 30% أيضا رقم ليس هينا وليس سهلا. كل التحية والتقدير للتجربة الأردنية الانتخابية الجديدة.